البلدية في المباركية. طبعا أنا على يقين هذه المطاعم يوم رحنا المباركية وصورنا هالمطاعم هذه وعرضناها ما حد صدقني. أحد الإخوان قلت له المطعم الفلاني شفتوه؟ قال إيه شفناه، ترى سجلنا عليه مخالفة. قال هذا الحكي من زمان مو الحين. كان أقول وبعد ما سجلت المخالفة ليش ما صكيتوا؟ فاليوم راحوا مطعم اكتشفوا نظافة هالمطعم. في أحد يتعشى؟ تعشون؟ تعشيت؟ عليك بالعافية. اللي بالشاشة اللي قاعد يطالعون تعشون، تركوا عشاكم، تركوا عشاكم، تركوا. شوف الإنسانية بهذا المطعم. زهيوي يشارك، صرصور يشارك بالجدر، هذه إنسانية. فار ماخذ راحته، هذه إنسانية. فشوفوا مشاركة الإنسان مع عالم الحيوان، قمة في الإنسانية في هذه المطاعم، دليل على قمة النظافة، قمة النظافة. جميل المشاركة الإنسانية هذه. شوفوا المشاركة الإنسانية داخل المطعم. أعطي التقرير. كلها ايه؟ هذا لازم يتم. شيء يعور قلبه والله. شفتوا المشاركة الإنسانية؟ شو حلو.